حاليا في مسألة الفلطات، وذلك لكلفية البلاغ الوارد من أحد النقطاء في التواصل الاجتماعي بتحديد مادة صفراء في هذه المنطقة اليوم وفي المكان المحدد له وهو في مسألة الفلطات. مبدئيا بالانعكاسات الموجودة على الرمل نستطيع أن نعرف أن هذه المادة زيتية، ولكن ضباط الهيئة العامة للبيئة قسم المختبرات سيقوم بأخذ عينات من هذه المادة وهذه المياه لرؤية نوع المادة وتأكيدها، ومن ثم سنقوم بمخاطبة الإخوان في القطاع النفطي لرؤية مدى التزامهم بتطبيق القانون البيئي أو يتم محاسبتهم على ما تم في هذا الشأن.